اجتني أخبار حلوة الحمد لله، وهذا الشيء ريحني كتير عن جد. وأنت كتير تعبت بهالملف، والله كنا كلنا خايفين يصير شيء لهالولد. سيادة المحقق، في شخص مطلوب لسه ما شفته. هالشخص مطلوب بقضية تزوير أموال، قلت بركي يعني تقعد معه قبل ما تمشي. يكتر خيرك، بحس إنه روح قلبك تشوفني عم بشتغل. إبراهيم، خلصني، تفضل لنشوف. تفضل سيدي، يلا. وينه؟ وين الشخص المطلوب؟ ليكو جاي، يعني ما تقول إلا وصل. وكمان في شي تاني بدي خبرك يا إنه شوفي مشان شوفي احكي يلا. ايه سيدي تذكرت، نحن اكتشفنا إنه بالسجن في شوية أعطال، لازم حضرتك تشوفها ونخبر الصيانة عليها. ومدامك موجود هون تفضل شوفوا لنا شو لازم نعمل. عطل؟ ايه فيك تفوت وتشوف بعينك وتتأكد. من وين طلعت لي بهالقصة هلا؟ خبرني وين في عطل، وين شفته بالضبط؟ ماني عم شوف أي شيء، وينه؟ ليش ساكت؟ خبرني وين موجود العطل. شو هاد؟ شو يلي عملته؟ انت جنيت شي؟ ولا عم تمزح؟ افتح، عم قلك افتح. ما فيني سيدي. ليش ما فيك؟ ما فيني لأنه قصتنا كلها بلشت من هالمكان. نسيت اليوم اللي قبضنا عليك وجبناك لهون؟ اللي نسيت؟ كيف قدرت تنسى هيك يوم؟ استسلموا، يضرب هالحظ. صرت الآن أرجان لهون وبس. أهلين وسهلين فيكم، شرف. يا عيني يا عيني يا عين، انتوا الفريق الرائع يلي قدر يمسكني. لازم الوزارة تعطيكم مكافأة، قدرتوا تمسكوا سرتلان أرجان العظيم. افتحي الباب. الله يرضى عليك ويحميك ابن دورتي. صار لنا سنين ما التقينا مع بعض. بعرفكم يا شباب، فريد من أكثر رجال الأمن المميزين، وبخصوص آخر عملية هو المخبر السري يلي ساعدنا. وهلأ جاي بعد كل شيء بدك تتركنا وتروح؟ كيف بدك نتحمل هالشي؟ ما كان بدي بيّن لك زعلي، بس جواتي نار وعم تشعل. كيف بدك يانا ما نزعل عليك وننسى وجودك معنا بعد كل هالأيام اللي عشناها؟ اللي كيف؟ ما في داعي لهذا الكلام، كل الأمور جهزت هلأ، لازم روح لعند عيلتي. يلا افتح الباب. ما فيني سيدي. شو يعني ما فيك تفتح إبراهيم؟ خلص بقى افتح لي، أحسن ما أحفر الأرض وأطلعها.
ايه سارة، شوفي هاد كأنه جن. حجزي بعد ساعتين وابراهيم قافل علي وما عم يفتح لي. انت حدا عاقل تعالي وافتحي لي الباب يلا. بتخيل انه ابراهيم تصرف صح. نحن بدنا اياك وما فينا نتخلى عنك. كنت قريب من كل حدا فينا وعشنا معك ايام حلوه وتعودنا على وجودك، وكنت مثل اخ كبير إلنا. لهيك منرفض انك تروح. شو صاير هون سيدي؟ هدول اللي عندك جنوا عن جد، رح اتاخر على رحلتي. وأنا كمان صعب علي كتير يتركني محقق مثلك. شو رأيك إنك تضل معنا؟ كمان في شوية قضايا لازم نتناقش فيها. أكيد عم تمزح، حتى أنت كمان سيدي. خلاص افتحوا له الباب رح يتأخر. يلا إبراهيم. ما بدكن تودعوني؟ شو بكن رح تخلوني ابكي؟ اجيت عم بضحك وبدي اطلع وانا عم بضحك. بعدين اسكي شهير قريبة، ما بتلاقوني غير عندكن. سيدي انا بكره لحظات الوداع، بتمنى لك الخير. شكرا. سيدي كامل توصل بالسلامة. ايش هالشعرات الحلوين هدول؟ ابراهيم خفف اكلها. سارة ما رح انسى يلي عشناه ابدا. انتو غلاوتكن بقلبي ما رح تتبدل ابدا ابدا.